بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي علم الذنوب فغفرها وأبصر العيوب فسترها وكون النطف في الأرحام فصورها وقسم أرزاق الخلائق ويسرها ورفع السماء بقدرته ودبرها وأجرى الأفلاك بحكمته وسخرها وزينها بالنجوم ونورها ونصب الأرض على الماء وقدرها فالموجودات تشهد بوجود من فطرها وتظهر حكمة صانعها لمن نظرها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من النار قائلها وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أكرم الخلائق وأشرفها. أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، إخواني ما من شهر إلا يمر ويأتي سواه، وكل منكم يمرح في ميدان هوى، وما تعلمون أن ذلك من نقصان الأعمار، وإعلام بالرحيل من هذه الدار. إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وإنكم لن تخلقوا للتطاول في الأعمال ولا للمنافسة في جمع الأموال، وإنما خلقكم لتعبدوه وركب فيكم العقول لتوحدوا. فانهضوا لما خلقكم له واعملوا صالحا فسيجزى كل ما فعل، واعلموا أن أعمالكم لا يخفى عن علمه، إنه الحاكم الذي لا مرد لحكمه، خلق أقواما وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق آخرين وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، فمن خير الفريقين كونوا وتوسلوا بالعمل الصالح واستعينوا. واعلموا أن مع كل صحة سقما، ومع كل شباب هرما، ومع كل حياة فموتا، ومع كل وجود فوتا. فخذوا من صحتكم لسقمكم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن وجودكم لفوتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بلا عمل كالسحاب بلا مطر، والغني بلا كرم كالشجر بلا ثمر، والفقير بلا صبر كالبحر بلا ماء، والملك بلا عدل كالغنم بلا راع، والشاب بلا توبة كالبيت بلا تقف، والمرأة بلا حياء كالطعام بلا ملح. نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتداركنا برحمته، وأن يميتنا مسلمين ويغفر لنا أجمعين برحمته، وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد،
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرب. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغب وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب والغية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمدة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة
مطمئنة سائر بلدان المسلمين. واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.